وإلى ملف كورونا عالميا، حيث أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل نحو 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و429 حالة وفاة خلال الساعة 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى 116365 حالة منذ بداية انتشار الجائحة. كان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبرانزا قد صرح بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا أسفرت عن انخفاض المنحنى الوبائي. في غضون ذلك، كشفت وكالة الأنباء الإيطالية عن نجاح أول عملية زرع قصبة هوائية كاملة لمريض يصل من العمر 50 عاما كان مصابا بفيروس كورونا وهو بصحة جيدة. والمزيد ينضم إلينا الآن من عمان دكتور محمد الشرع، أخصائي الباطنة. دكتور محمد، بداية نرحب بك في هذه الجولة من الآن. إذا تحدثنا أكثر عن هذا الخبر، زرع أول قصبة هوائية لمريض يصل من العمر 50 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا، إلى أي مدى باتت هذه الجائحة تفتح أيضا الباب أمام مجالات أكبر طبيا فيما يخص يعني الأطراف الاستعراضية مثل زراعة هذه القصبة؟ اولا اسمحي ان احيي عليكم وعلى المشاهدين، صباح الخير لكم جميعا. كما تعلم انه كورونا هو مرض يصيب الانسان لفتره حتى الكعافين منه يعانون من المضاعفات التي تركتها كورونا اكثر عده. بالتوضيح فقط ان من يوضع على جهاز التنفس الاصطناعي بكورونا او بغيره يحتاج بعد اسبوعين الى ما يسموه بضع الرقاه او بضع القصب. دكتور محمد يوجد خلل فقط في ايصال صوتك بشكل اوضح، اذا تمكنت فقط من الحركه حتى يستطيع مشاهدينا سماعك بشكل افضل. لا الان تسمعيني؟ نعم تفضل. التوضيح ان مرضى اجهزه الصناعي كان سببا كورونا او بغيره من يوضع على جهاز التنفس الصناعي لاكثر من اسبوعين هذا يستطب له بضع الرغام او القصبات الهوائيه، اي فتح مجرى تنفس عبر الرقبه. بعد نشاهد كميه كبيره من المرضى التي تعافت من كورونا وكانت موضوعه على جهاز التنفس الصناعي خرجت بفتحه للتنفس عن طريق الرقبه، ما بيعيق حياته، ممكن حتى يستطيع الكلام يجب ان يغلقها. فمن هنا جاءت فكره زراعه القصبه او الرغامه بشكل كامل لهذا المريض. نعم، العقبات التي تركتها كورونا في اجسام المرضى المتعافى فتحت ابواب جديده من الزراعات العلميه والتقنيات الجديده التي لم يكن لها في السابق مجال. فكلنا اخرع اجهزه تعقيم جديده بعد اختراع عن اجهزه كشف غير دمويه للفيروس عن بعد. هذه كلها شكلت تكنولوجيا مقاومة كورونا من جديد. نعم. طيب دكتور، لو تحدثنا عن هذه القصبة الهوائية، هي أول قصبة هوائية يتم زراعتها، هي قصبة هوائية صناعية وتم تغطيتها بخلايا جذعية، إذا حدثتنا أكثر أيضا عن يعني أهم ما يميز أو عملية زراعتها خاصة ومدى توفرها. هي عملية ريادية ما زالت كما تحدث قبل قليل، هي العملية الأولى التي تسجل لزراعة القصبات الهوائية. كما قلت لك أنه هو توفرها الآن أتوقع أنها ما زالت قيد الدراسة وقيد التجربة وليس متوفرة في أسواق بشكل صناعي. عادة ما جرى في العادة دائما أن يتم تجربة هذه الأمور أولا وأخذ الموافقة عليها، ثم تطرح بشكل يمكن تنفيذه في المستشفيات الأخرى بعد تدريب الكوادر الطبية على ذلك.
الى اي مدى ايضا سيساعد هذا يعني الكشف الطبي وهذا الانجاز الطبي الكبير فيما يخص يعني مرضى سرطان القصبة الهوائية تحديدا والذين كانوا يعانون بسبب يعني عدم توافر لنقول اعضاء استعراضية فيما يخص هذا الجزء من الجسم؟ لأن في شكل نقل نوعية لما يسبب سرطان القصبات أو بتهتك في القصبات بسبب حوادث الأسير أو الإصابات هذا يشكل لدينا بديل. احنا كنا نعرف سابقا أن القصبات والرغامة هي غير قابلة للزراعة وغير قابلة للاستبدال فيتم كان يتم استعراض عنها بإصلاحها جراحيا أو إلى آخره، لكن لمرضى السرطانات أو مرضى كوفيد أو كل المرضى الذين يعانون من مشاكل في جهاز التنفس العلوي وبعدها يتم التعافي من جهاز التنفس الصناعي واخراج منهم هذه زراعه هذه القصبات او زراعه هذه الرغامه ويسمى هذا يشكل فارق لهم بحياتهم بعد الخروج من المستشفى. طيب دكتور محمد، وكما ذكرت يعني ان كل من يوضعون على اجهزه التنفس الصناعي سواء كانوا مصابين بفيروس كورونا او دونه هم معرضون لاخطار كثيره فيما يخص جهازهم التنفسي. الكثير من الأمراض التي تم الحديث عنها في الأوساط الطبية بأنها باتت تصيب المرضى بشكل مزمن خاصة بعد التعافي من كورونا وهو ما أطلق عليها متلازمة كورونا طويلة الأمد، ما أخطر هذه الأمراض؟ والبعض كان يتحدث أنها قد وصلت حتى إلى أمراض قلب مزمنة، ما صحة هذا؟ نعم، نعرف أن مرض كورونا هو مرض كان بداية يعرف على أنه مرض تنفسي يصيب جهاز التنفس فقط، بعد ذلك تم تعريفه على انه هو مرض يصيب عده اجهزه من الجسم منها جهاز الاوعيه الدمويه والقلب والدوران والى اخره. بالنسبه للعقابيل او الاختلاطات التي تطول امدها بعد الاصابه بكورونا هي تليف الرئه، هو الاشياء حاليا تليف الرئه مكان الالتهاب السابق يتم الاستعاضه بهذا الالتهاب بتليف الرئه مما يقلل من الحجومه الهوائيه وبالتالي يؤدي ذلك الى صعوبه بالتنفس. ايضا وجد انه هناك مرضى يعانون من نفس اعراض كورونا لكن على مدى طويل جدا، يعني يعانون من ضيق التنفس، يعانون من حراره بين الفتره والاخرى والتعب العام، وايضا كما تفضلتي ان هناك اصابات تجلطات بداخل الاوعيه وممكن تجلطات قلبيه ايضا على المدى البعيد، ايضا هناك من ذهب بعيدا ان هناك من يسبب التهاب بالخصيتين وبالتالي قد يؤدي الى بعد ذلك الى انقاص الخصوبه او العقم. هذه كلها عقابيل الى حد الان تم رصدها الى الان، واتوقع ان في المستقبل القريب ستكشف عن هذه العقابيل. دكتور محمد الشرع اخصائي الباطنه، اشكر جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، كنت معي مباشره عبر الهاتف.